رقمنة وتسهيل خدمات التوثيق للمستثمرين خطوة لم تغفلها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بالتزامن مع بداية منح مقررات العقار الاقتصادي، وهذا بالشراكة مع الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين. فالاتفاقية تمكن المستثمر وتوفر له من خلال منصة الاستثمار قاعدة بيانات لكل الموثقين على المستوى الوطني، حيث وبمجرد ولوجه للمنصة تمكنه من اختيار أي موثق وبكل شفافية عبر كامل التراب الوطني، حيث يجد عنوان مكتب الموثق وكل المعلومات المتاحة. عصرنة مكاتب التوثيق على المستوى الوطني تجنب عديد العراقيل على المستثمرين، لا سيما منها البيروقراطية، بعدما كانت الخطوة عائقا. وأن الموثق يعتبر الوجهة الأولى للمستثمر، ولا يخفى عليكم أن الموثق يشكل بالنسبة للمستثمر صمام أمان وضامن لاستقرار معاملاته الاقتصادية، كما أن العقد التوثيقي يحمي حقوق وأموال المستثمرين ويعتبر الإطار الأمثل للمستثمر لمباشرة أعماله واستثماراته. مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره مهمة وضعتها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ضمن الأولويات، تجنبا لكل ما قد يعترض نجاح الاستثمارات في الجزائر.